بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. سمع الله لمن حمده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا، والله لا يهدي القوم الكافرين.
ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون سمع الله لمن حمده السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Brothers and sisters, I've just been informed someone has parked two cars. There are two cars parked right in front of the main entrance. Please remove those cars. That's safety violation, and God forbid, if you have an emergency, we cannot have emergency vehicles and personnel come in. Please remove those cars immediately now, the ones which are parked in front of the front gate. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم
يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ونكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون سمع الله لمن حمده الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله tomorrow we'll be praying صلاة الكسوف. You know, there is a certain prayer that the Prophet صلى الله عليه وسلم did when the sun had the, you know, the eclipse. I'm sure you're all aware of that and heard of that. Tomorrow إن شاء الله should be like this, a great sign of Allah subhanahu wa ta'ala and his creation. So please, beside the wow factor of we want to watch and having the glasses to see this event, which is okay so long as you had like the medical consultation to avoid any probability of harm. This is okay. There is no nahi. There is no don't do this in our religion. It's okay to watch the eclipse, but please try to find the medical consultation in order to avoid any harm for your vision. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات ولده إبراهيم في هذه الآونة كسفت الشمس. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف من أجل كسوف الشمس وليس من أجل وفاة ابنه. لذلك قال بعدها إن الشمس والقمر آيتان أو آيتين من آيات الله لا يكسفا لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموه فكبروا وصلوا وسبحوا إلى آخر كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. The Prophet صلى الله عليه وسلم did صلاة الكسوف for the solar eclipse, and it consists of two rak'ahs. Some scholars said, if you are home or if you are alone and you want to revive this sunnah and to apply it, it's okay for you, even though you pray like two normal rak'ah. They are accepted, inshallah. But the way the narration that's been mentioned, how the Prophet sallallahu alaihi wasallam prayed Salat al-Kusuf, it has two rak'ahs. Each rak'ah, you know, when we pray the normal salah, each rak'ah we have one standing, one ruku' and two sujood, right? This is for every normal rak'ah. Excuse me, are you waving for me? Okay. صلى على رسول الله. شكرا حبيبي. صلى. So you all know the normal prayer. It's different when it comes to salah for the solar or the lunar eclipse. The rak'ah will be as follows. We say Allahu Akbar, normal, say Dua al-Istiftah, and then the Imam recites Surah al-Fatiha, and then the Surah after. The Prophet sallallahu alaihi wasallam did it too long, that Ibn Abbas radiallahu anhu said, it's a period of reciting the whole Surah Al-Baqarah. We're not going to do this, don't worry. We're just telling about the Prophet sallallahu alaihi wasallam. We are incapable of that. We ask Allah to forgive us all. So now, Allahu Akbar, Surah Al-Fatiha, and then the Surah after. And then we go to Ruku'ah. We make Ruku'ah longer, and then we say, Sami'a Allahu liman hamidah. رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدِ. And then Imam recites one more time Surah Al-Fatiha, and then another surah after Surah Al-Fatiha. And then we say Allahu Akbar to make ruku'ah. After ruku'ah we say سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ, and that's it, which is different. And then we continue to say sujood like every other prayer. يعني أحباب عندنا ركعتان كل ركعة على هذا النحو كل ركعة فيها قيامان وركوعان وسجودان. يكبر الإمام يقرأ سورة الفاتحة وما تيسر من القرآن ثم يركع ويركع الناس معه ثم يقول سمع الله لمن حمده ويقوم الجميع ربنا لك الحمد ثم يقرأ مرة أخرى الفاتحة وما تيسر من القرآن ثم يركع ويقوم من الركوع ويسجد السجدتين كما هو معتاد. إحياء سنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر مهم. It's very important to revive the sunnah of رسول الله صلى الله عليه وسلم and to practice it whenever you get a chance. And tomorrow, inshallah, is a great chance. I got back to some of our brothers and also to the
to know the timing of the eclipse itself, and it said that it takes a long time, almost like 3 or 4 hours, right? Is it 2 hours or? Yes, yeah, this is the whole thing. But the total eclipse itself would happen around like 3:15, 3:12, something around 3:12, 3:15, 3:20. So inshallah, let's pray our salat 2:30, 2:30. Yesterday I said 3, just disregard this. We pray inshallah 2:30. So we finish, let's say inshallah by 3, and then everyone is able and planning to watch, then they would have inshallah a chance. It's from Sunnah, you are able to pray at any point in time during the process of eclipse, whether it's partial or total. Barakallahu feekum. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Now. Yeah, parking fees, I'm not going to say the number, as it's too much, yes. Salat Jahriya, inshallah. 2:30 after Salat al-Dhuhr, inshallah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الله يا الله لمن حمده الله أكبر الله الله أكبر
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق
سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم الله سمع الله لمن حمده الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهن مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء كل شيء قدير الله سمع الله لمن حمده الله أكبر
الله الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله سمع الله لمن حمده الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله يا الله لمن حمده الله الله الله
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، وتوفنا وأنت راض عنا، ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير العلم وخير العمل. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم اجعلنا ممن رحمتهم في رمضان، واجعلنا ممن غفرت لهم في رمضان، واجعلنا ممن أعتقت رقابهم من النيران في رمضان. اللهم أعتق رقابنا من النار، وأعتق رقاب آبائنا وأمهاتنا من النار، وجميع المسلمين يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك. اللهم انصر عبادك الموحدين. اللهم انصر عبادك المرابطين في غزة، في فلسطين، وفي كل قطر من أقطار الأرض يا رب العالمين. اللهم كن لهم خير ناصر ومعين، كن لهم مؤيدا يا رب العالمين. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم آثرهم ولا تؤثر عليهم. اللهم وحد كلمتهم وسدد رميهم، واجعل الغلبة لهم يا قوي يا متين. اللهم بشرهم وبشرنا بالنصر المبين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك شفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك شفاء من كل داء. اللهم أصلح قلوبنا. اللهم أصلح قلوبنا، واجعلنا من عبادك المتقين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله.
الله الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم